حيد مرض اسي محمد انشرك مالك أنا الآن يونس الهيروشي منخرط في النادي الرياضي الكويتي. سي يونس يعني شناك جيتي اليوم باش تحضر الجامعة الاستثنائي ولكن بسرعة علاش؟ غنغادر أخويا حيت المستوى ما كيسمحش ليا، أنا ماشي المستوى ديالي الحالة اللي وصلت ليها النادي الكويتي. واش الاستقبال ما عجبكش ولا شنو؟ الاستقبال بزاف د الحوايج. شكرا سي يونس. معنا الآن ميزان نور الدين لاعب نادي قنيطرة ومنخرط تاع الحالي. سي نور الدين لاحظنا بأنك يعني احتجاجات قوية في الباب باش تدخلوا الجامعة الاستثنائية، علاش ما خلاكمش تدخلوا؟ أولا تنشكروا الأخ الحري، ثانيا هذا الجامع العام أنا عمري ما تفهمت، أنا تنحضر هذا هو الثالث اللي كنحضر اللي ما كنفهمش. الناس كتجي كتلقى حنا كأديرو منخرطين بواقينا المسائل ديالنا كاملة ومن طرف الجامعة معترف بينا، كنجيو الباب تلقاو لي زانفيتاسيون بحال جاي العرس وما عارضينش على هاد الناس هادو. كنت جانا تغربت بزاف ان شنو اللي واقع، اللي واقع لينا هنا واقع حتى الصحافه. كاين فئه ديال الصحافه دايره الكونتر مع هاد الناس هادو، تبارك الله ما خلاهمش كاع يدخلوا، والناس راه معترف بهم من طرف وطنيا وعالميا، الناس راه معروفين على الصعيد الدولي والوطني. كيفاش كيجي واحد صحفي كيقول لنا انتم ما تدخلوش تنسالي ونعطيكم حنا في لافلاليز؟ اذا هنا كاينه العزله وكاينه الكميله وكاينه التخليطه بمدينه قنيطره اللي هو السي ابراهيم وفقير. السي ابراهيم وفقير مالك مع الصحفي؟ الجسم الصحفي اليوم يتعرض للاهانه العلانيه، الجسم الصحفي يتعرض للاهانه من طرف فريق يسيره اشباح، فريق تاريخ عريق ويسير اشباح، لم يتمكنوا حتى من ضبط دخول الإعلاميين، فكيف لهم أن يضبطوا تسيير فريق في مستوى هذا الحفل الحجمي؟ فريق يجر من ورائه تاريخ عريض، أعتقد أنه أكبر من مستواهم، عليهم أن ينسحبوا جميعا لهذه المهزلة التي لا تشرف الجسم الصحفي، وإلا لماذا تم استدعاؤنا اليوم لحضور هذا الاجتماع في هذه الظرف؟ إذا من الآن خصنا نديروا الإعلان ديالنا ونتجمعوا كاملين ونمشيو بحالنا. نطالب بمقاطعة هذا الجمع مدى السنة طيلة الموسم الكروي، عدم الحضور في جميع المباريات حتى تستوي الأمور، لأنه الأمور خارجة عن السيطرة اليوم. أنا لم أعد أفهم، يتم استدعاؤك من طرفي بصفة رسمية وكنجيو للجمع العام وكنبقاو حنا على برانايا وكيدفعوا فينا كاننا كباش المكلف بالاعلام السليكي هو اللي تيتحمل هذه المسؤوليه ديال السي ابراهيم على ما تيبان لي انايا انه هو المكلف بالاعلام هو اللي كيخصنا يرد الامور ديالو تسمي الاشياء لا حول ولا قوه الا بالله. ديال النادي الرياضي القنيطري والمحب سي صامي، شفناك اليوم منفعل يعني وعلى الاعصاب ديالك، شنو وقع سي صامي؟ اللي وقع انا من اقدم المنخرطين ومجدد الخيارات ديالي، كنت جددته في الاول كانوا قالوا 5000 درهم، شويه صعدوها ل 5000 درهم اخرى، زيد لا خلصنا 5000 درهم، الوثائق ها هي مضبوطه عندي هي 10000 درهم الوثائق. ولا اللي مر اليوم السي صامي نشوفوها ها لي ريسي ديال اذا هذاك بحال كمجانيات عنده بحال السنه نفس هذا هادو كيعجنوش يعني كيعجنو على برا كيدخلوها لي زامبيطاسيون باش تكون على علم. انت الروسي الاول تخلص 12 6 لا الاول 30 الاول 30 5 ها هو 5 زادوا صعدوها 10000 درهم اديت 5000 درهم اخرى هي 10000 درهم هي في 30/6/2017 السيد الرئيس ديال النادي القنيطري اللي معترف به من بعد الحكم القضائي هو السي ودود معترف ليا بالخيرات ديالي انا والاصدقاء ها هو الاعتراف ديالو بالخيرات ديالي. جينا لهنا الناس قالك ما خصكمش تدخلوا، علاش داري الدعوه؟ ها السيد اللي دير بعد الدعوه ما عندوش الحق لان مازال ماشي رئيس وما كانش في المكتب السابق اولا في المكتب اللي داز، ثانيا الدعوه
ورقة كرتونة مطبوعة ما فيها لا سيناتير شكون اللي سياني فيها لا تحد. دعوة خاوية يمكن أي واحد يمشي للمطبعة ويطبع أي دعوة ويدخل الملعب مش يحضر الجمعة. الناس ما وقفونا على الجمعة وحنا رشدنا مع الجامعة مع السيد قائد الدائرة مع الشباب مع وزارة الشباب والرياضة وحنا كنتظروا شنو الحل ديالنا معاه. أنا وعدنا السي قاسمي ديال الجامعة بنا غير رد عنا دابا.